فكرة إنه الأمن والديمقراطية مشروعين متعارضين، ما أنا إلا كذبة وبعبع دحش النظام دحش بروس الناس لحتى يخوفهم. عايشت الناس بوهم إنه الأمن هو إنه يتحول الشعب لقطيع ما بيعرف يأكل ولا يشرب إلا إذا في راعي ومعه عصا بدله على الطريق، تضل الناس خايفة على لقمة عيشها وعلى حياتها. عايشت الناس بوهم إنه الديمقراطية هي حكم الأكترية على الأقلية تيخوف الناس من أخوتهم بالوطن. بالنسبة إلي الديمقراطية والأمن وجهين لعملة واحدة وما نون إلا العدالة. بالنسبة إليك الديمقراطية هي الفوضى والأمن هو القبضة الحديدية.